يقول كنت أعمل في شركة وأتقاضى مرتب 4000 ريال، وأتيحت لي فرصة أخرى فسألني صاحب العمل كم تأخذ من المرتب، فقلت له 5000 ريال فأعطاني 5000 ريال، فهل علي إثم في ذلك؟ أعد السؤال. يقول كنت أعمل في شركة بمرتب 4000 ريال، وأتيحت لي فرصة أخرى لعمل آخر فسألني صاحب العمل كم تأخذ من الراتب، فقلت له 5000 ريال فأعطاني 5000 ريال، فهل علي إثم؟ نعم، يجب عليك الصدق، ما تقول 5000 وأنت تأخذ 4000، لازم تعلمه بالصدق وتقول له أنا ما أنا مستمر على هالراتب، هذا قليل زودني، ما لا يخالف إذا طلبت منه زودك ما يخالف، أما أنك تغره كذا لا.